انا كفاية علي اكل. لحظة 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 احبك احبك ايوه ايوه. يقولي يا كازيرا. يقولك ايه؟ كازيرا. اموت في ضحكتك يا بنت. تصبحي على خير يا كازيرا. حرام عليكي. ليه؟ في ايه يا كازيا رضا؟ حرام عليكي. في ايه طيب؟ طفت النور ليه؟ بطفي النور عشان لازم ننام. ايوه انت طفت النور عشان تنام، بس انا الضلمه فكرتني بماضي فظيع. فكرتك بايه؟ لا مش هقدر مش هقدر. لا 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 قولي. في بير. هتسمي السير في بير. يعني فعلا احنا من دم واحد؟ طبعا. يعني فعلا انا وابن عمي الغريب وانا وبنت عمي على السرير. السرير ازاي يعني؟ يعني هتسمي السير في بير. قولي بقى جينا. قولي. وشين انا؟ قولي يا حبيبتي. وشين انا؟ مش بنت. مش بنت يا حبيبتي. يا حبيبتي يا حبيبتي. مين الذئب اللي عمل كده؟ ايه؟ هقولك. عشر سنين. عشر سنين. الحيطان دي محفور عليها كل ذكرياتي. هنا كان في موقف وهنا كان في موقف وهنا كان في زقه. كل ده كان محفور على الجدران. بس هما ضيعوا الحيطه بلاستيك دلوقتي. لكن هي موجوده هنا. موجوده هنا. دول السبب. دول السبب. لا 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 لا. دول السبب. ما تعمليش كده. ما تعمليش كده. سيبيني افجرهم. لا لا. سيبيني افجرهم. لا لا. عارفه عارفه مين مين هو صاحب الذكريات الكتيره دي؟ مين اللي كل ذكرى فيهم مخرمه الحيطه؟ ها يبقى كركر اللي بعيد عن ارنبك مراخيرك يا امك. مناخيري؟ مناخير مين يا مو؟ مناخير كبيرة. ازهر يا بيه. ازهر يا بيه. ازهر انت يا بنت. ما تروح تبص لنفسك في المراية. والنبي اللي قول لأمك على الضلمة. قولي. والنبي اللي قول لأمك على الضلمة. ما بتخدش يا حبيبتي. ماما عارفة عني كل كازوراتي وعلاقاتي مع الشباب في قلب المناطق. يعني انت مش فارقة معاكي؟ والله هعدك. بنت انا امي عامل يا بالك لابويا من السبتية. والنبي يولع فيكي. ولا يا بنت. خليكي كده تقطع. خليكي شطة نار كده. شطة نار نار يا شطتي كده. وريني الشطاطة كده هتولع فيه ازاي يا بتاعت النار. بت بلاش بلاش بتاعي. انا ابوكي بنت كلب. يا بنت صدري. الله انا جايباني. لا على امك يا بنت. يا بنت خدي بقى. يا بنت اهدي. لا يا حبيبتي بطلت رضاعة من زمان. يلا يا ماما. يلا امشي. اللي بعده يا بنت الكلب. ايه ايه الصوت ده من ايه؟ متهيألي من اوضة البنات. ما انا قلت لك يا عاصم قلت لك ما يناموش مع بعض. بنت البيئة. ايوه اسمعني على بنتك انت يا اخويا. انت بنت يا رضا. انت ماتت يا بنتي. يا بنتي 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 يا
شكه فيا يعني سميري ايه تحت دلوقتي تحت فين ايه زي بصي بصي والله بصي انا شفتك انا بعمل كده رحت شايفاكي انت كنت عامله كده ورحتي طلعتيني على طول انا شكه فيكي انا ما... دي انت ساعه صح انت مش يابانيه بصي والله ما يابانيه بصي مش يابانيه ما انا ايه انت ايه شوفي بقى وحيد ده احلى داني لو كده انتي يابانيه تحلقي دانك نعم احلى مكياج قصدي لو طلعتي يابانيه انا 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 لست ابدو لك كما تظنين انت نعم يا محلو نيفر 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 يعني نيفر ولا اثنين يا عمي استودعك سيدتك سيدتك خدي يا بنتي اللي هربانه من قريش بنات اخر زمن كركيرو كركار يا كركار انا جيت لك الكراكيرو كركر خدني يا كركر تاني
يلف اتنين يلف واحد فوق اتنين. ايش هي كدير؟ سافر اي حته فيها بحر. لا خلاص روحوا انتوا سيبونا لو كركر قاعدين هنا مع بعض. لا اللي هيختارها كركر هي اللي هتتجوزه، فاهمه؟ هيختارك انت يا حبيبتي. طب والله 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 لا اقطعه مش فيشك يا كركر. ايه ده تعالى يا ولد احبي دي احبي دي انا فعلي يا ولد. حاسس
المرأة لما بتكون ضربة شقلباز في علب المايوه بيبقى إحساس مختلف خالص. أمال لو هي مالطة بقى هيبقى الإحساس عامل إزاي؟ أنا يا أختي ما جربتوش. لا 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 ما أقولكيش. واو 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 مية في قلب سمك. إيه ده؟ بصي إيه؟ في رجالة هناك هي جاية علينا. يا رب يعرفوا يعكسونا. يمي نفسك يا بنت يا رضا. امشي امشي امشي. ايه يا جميل؟ نعم. هي قالي نعم. اكيد يا صدنا انا طبعا. يا عسل يا حنين يا عروسة البحر. عروسة البحر؟ الراجل ده اكيد ماء. يقول لي ماء. اسكت اسكت. حاسه السهد اللي من صدره وطالع ضارب في ظهرنا. اتلمي. والله حاسه ان ظهري بقى نص سوا من كتر السهد. اتلمي. بقول لك ايه؟ احترم نفسك بقى. يعني انت شايفنا كده مايسين ولا ايه؟ الله. جميل يا غاليه. فكي وسك يا بنت. خليكي سايبه البنت. سايبه دي؟ اقعد بقى كده. اقعد وتمدد يا اخويا وتمتع بالجو وتمتع بالعز اللي احنا محرومين منه. متع لاجيني. متع لاجيني نجوز الواد ونخلص. يا حنين يا سكر رد. جرايه حلوه انت وهو. ما تخاف يا اخويا. وبعدين انت ايه ده؟ انت ايه المحن ده؟ هو انت ما عندكش خد بلاستيك؟ مبسوطه يا اختي اهو لموا الشبان وراهم. طب كلمه كلمتين. واو. كلمه ولا كلمتين؟ ده انت طموحاتك ضعيفه قوي. استني بقى، انت اسمك ايه؟ شديد. واو شديد. اما اشوف ايه ده. ايه ده انت هو مش مكسوف من نفسك؟ ده انت شحط منك ليه؟ ماشي انت عكسه طفلتين صغيرين. ويا ريت عارفين عكسه كمان يا عم. بس خلاص انت يلا يا اخويا. هش هش هش. طب انده الواد الشديد ده. بس بلا شيك بلا مينا. ما تلمي بنتك يا ست زهير. اللهم صل على النبي. الله اكبر. زي القمر. اوعي كده يا بنت انت. شفتي مامي؟ شفتي مامي؟ زي القمر يا اختي عسل. والنبي والنبي ايه ده كله؟ جبت المايو ده منين؟ اصل لقيت واحده عريانه مالتي نايمه على الكنبه ورامي المايو بتاعها. قلت مش عايزاه. خدت وجريت منها على طول. لا ياكل من جسمك حته يا حبيبي. ياكل ياكل ايه يا اختي ويشرب ايه؟ دي مياعه وقله ادب. عمر انا بموت في المياسه. فيها حاجه دي؟ موتي في المياسه بعيد عننا. صريحه وواضحه وماما عارفه كل حاجه. عادي خدي بقى اسكت. حد هينزل معايا البحر؟ لا. نضرب غطس؟ لا. بسرعه. ميه تاني. ميه تاني. ميه. حاضر حاضر حاضر. ثاني ميه. كده عدت السمكه. في حد يلعب مع عيال صغيره بالرمله والطينه؟ انا العب في تراب وطينه مع طارق ابن طنط سعاد. طب تحب نتمشى شويه؟ طب اروح اجيب طارق ابن طنط خديجه؟ لا اصل انا عايزه اكلمك في حاجات بتاعت شباب كبار ما ينفعش صغيرين يسمعوها. حاجات اللي تقدر. لا لا لا. انت دماغك راحت فين؟ دماغي على كتفي. طب هات دماغك بكتفك بقى عشان عايزه اقول لك حاجه على جنب. سر.